الأستاذ العزيز والمريض. لا لا هي وضعتها خير. افتتاح الطافو بشرى جيدة لأهالي الموصل، عانوا ما عانوا من هذه التوقف مع التسجيل العقاري لفترة أكثر من سنة. هذه طبعا تعطلت مصالح الناس، جميع المحافظات عطلت مصالحها لهذه الأسباب. أما ما حصل من تطور، كان بإمكانهم يفتحوا بصيغة ثانية على شكل قطاعات مثل قطاعات البلدية، لأنه هذا يعني ترقيع للعملية لفتح الطابو وليس إصلاح جذري. عندي أمل تحويل دعوة تمليك بس ما واصل من محكمة الكتاب، ما واصل. لا والله قال يتأكد من الواردة، بس ممتازة يمشون والله. أريد يزيدون عدد الموظفين، يمشون أمور الناس، يعني ما معقولة كل الناس عندها وظائف وعندها أشغال وتبقى ساعات على الشبابيك. نعم نعم، أنا عندي مجرد فقط مساح صار لي ساعة ونص أنتظر بس الصادرة. تم استئناف كافة المعاملات، من معاملات تصرفية وتزويد المواطنين بصور قيود وكافة أنواع المعاملات. هذا من جانب. من جانب آخر، من أجل تنظيم العمل حتى تكون هناك انسيابية، تم تقسيم مقاطعات حسب جدول معد مسبقا. تم تخصيص مدة 5 أيام لكل مقاطعة، حتى خلال هذه 5 أيام يتم إنجاز كافة المتعلقات فيما يخص هذه المقاطعة. طبعا احنا يعني دائرتنا لا زالت تعاني من بعض المشاكل، اهم هذه المشاكل هي نقص الكادر الوظيفي. المحافظة نينوى مشكورة رفضتنا بعدد من الموظفين، كان هناك اجتماع مع السيد المحافظ والسيد القائم مقام. اوعز السيد المحافظ الى الدائرة الادارية في محافظة نينوى لتنسيب عدد من الموظفين من دوائر المحافظة على امل ان يتم مباشرتهم خلال الايام المقبلة. ندعو المواطنين من أهالي محافظة نينوى إلى أن تكون المراجعة المديرية حسب الجدول، تجنب لحدوث الازدحامات، وحتى يكون هناك انسيابية بالعمل وإنجاز الطلبات ضمن الوقت المحدد. العمل داخل دائرة التجزئة العقاري يكون عن طريق جدول مثبت بموقع دائرة التجزئة العقاري ومنشور أيضا بمواقع التواصل الاجتماعي. المراجعين أكثر شكواهم هو على مود الصحة صدور، يمكن سمعتها كذا، صحة صدور هويات ومستمسكات. الغاية من الصحة صدور هو التأمين على المشتري، نأمن أنه هو البائع نفسه حاليا. واللي راجع دائرتنا يعني أتمنى من المراجعين واللي يسمعون صوتنا حاليا، اللي راجعني يكون صاحب العلاقة حصرا أو الوكيل حصرا بالأصالة. تم افتتاح مديرية التسجيل العقاري في نينوى والزهور، وتم استقبال كافة المعاملات التصرفية من صور قيود لأصحاب العلاقة وكتب المحاكم والمعاملات المنجزة سابقا والمعاملات الحالية من إفراغ ونقل ملكية كافة العقارات وتصحيح الجنس والإفراز، وكانت المعاملات التصرفية وفق جدول محدد. الجدول حاليا يعني صار أسبوع كامل للمواطنين، يراجع المواطن من الأحد للخميس وفق جدول، ما كمل الأحد يكمل الاثنين إلى الخميس وهكذا. نتمنى من المواطنين الالتزام بالجدول، الأمور تنظيمية فقط.